سيما مونتوس. مع العرض بيكس 50 لموبيليس استفيدوا من 60 دقيقة نحو موبيليس أو 10 دقائق نحو كل الشبكات. عرض صالح 24 ساعة. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس أينما كنتم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. مشاهدينا الكرام، سعد الله وبقاتكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبا أنتم في برنامج الهضرة مونديال من قناتكم قناة النوميديا. إذن نلتقي في هذا البث المباشر اليوم. يعني خبر محزن جدا يعني للجزائر ككل، ليس الكرة الجزائرية فقط، لأنه محبوب الجماهير، أحسن لاعب لكل أوقات حسن الألماس يعني يودعنا، ودعنا للأبد، لأنه عانى كثيرا من مرض أوضال يعني، وكان صراعه يعني طويل، لكن شاءت الأقدار أنه يذهب إلى المولى عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نحبذ هذه البداية الحزينة، ولكن اليوم مجبرون على أنه نبدأ بهذا الخبر، لأنه كما يقال يعني كان يعني ما لقيناش حصنا الهضره، كان يعني نجم فوق العاده، واليوم ودعنا نصر بوش. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم سفيان. نعم. رفيق كريم، حقيقه خبر محزن اليم اون بليس، لانه الحاج الالماس احسن لاعب كره قدم انجبته الجزائر. نعم. فولو دير شخصيه كبيره، انا كان عندي جي لونور نخدم معه، كان مدرب، كنت في واحد لا سيليكسيون اسبوار، كان هو مدرب تاعنا، درنا اون تورني اون شين انا ذاك هذاك الوقت. شخصيه كبيره، معرفه كبيره تاع كره قدم، مبادئ، سي تي ان نوم. اولا قبل ما يكون بتات لو مير جوور كو لالجيريا كونو، سي تي ان نوم. نعم. نقدموا تعازينا للعائله تاعو، لولادو، وكل الفريق وشباب بالوزداد، الفريق وخاصه شباب بالوزداد. نظن أن نابيردو اون ليجوند، اون ليجوند. تقول يعني نصر رفيق، افتقدنا اليوم قطعة، قطعة من الجزائر راحت اليوم. كان تاريخ ككل يعني حافل بالألقاب بالإنجازات، يعني اليوم ودعنا وغادر حسن الألماس، خاصة أنه كان عنده شخصية قوية، يعني حتى آخر أيامه ما حبش يرضخ، ما حبش ربما يحب يتلقى المساعدات، كانت عنده عزة نفس قوية. أكيد نقول له لله ما أعطى ولله ما أخذ، إن لله وإنا إليه راجعون. فجأة جديدة بدا عبدو زخواني، رحيل عبدو زخواني زميل الصحفي. اليوم نفتقد اليوم ونفقد مونيمو، يعني ربما أحسن لاعب، عالم من عالم الجزائر، أحسن لاعب لكل الأوقات. يعني اليوم بتات الجيل الحالي، إحنا أنا ما عايشتوش يعني، ولكن حتى الجيل الحالي يسمع برك على حسن الماس، لكن يبقى انا كي نتكلم مع بابا يحدثني على الماس، على كبار اللاعبين. الماس لو كان والدي من انصار مولد الجزائر، لكن يقول يتذكر انه حسن الماس يعني فوق ارضيه الميدان كان يعني لاعب ممتاز وعنده شخصيه قويه، وما ننساوش انه صنع تاريخ الكره الجزائريه، اول لاعب سجل في نهائيات كاس امم افريقيا في اثيوبيا في اول مشاركه، سجل ثلاثه في مرمى اوغندا وسجل هدف اخر، اربع اهداف، اختير احسن لاعب، اول لاعب جوبونس لو سول سجل على الحارس الكبير للاتحاد السوفيتي لافياشين في ملعب 20 اوت، كان ابرير ثم مدرب جابو لاج دو 20 خلى البصمه تاعو كثيره، عده القاب، جا من الغمار راح للسي ار بي، يعني العهد الزاهر تاعو كان مع شباب بلوزداد. كي نهضروا على الكره الجزائريه في الستينات السبعينات الثمانينات حتى اليوم،
ربما الستينات يتكلموا عليها يعني الناس اللي عايشوا الفتره هذيك على انها احسن فتره اللي جات بعد الاستقلال. نجوم كمان منهم تعود وتولي تتكلم على حسن الالماس. حتى حسن الالماس كانت عنده شخصيه قويه وكبيره وكان يعني منتسب لسلك الامن الوطني، ولكن كان يعني انسان متواضع يعني وكان لاعب كبير. رايد على الصوره يعني اللي نشوفه كما نشوفه في الصور كبير كبير جدا. شوف يعني في عمر 75 سنه يعني كانت هكذا اخر ايامه. نشوف امام فاصه في سامونتا بتاتر 30 ans arrière يعني كي كنا نشوف في التلفزيون الجزائري كانت القناه كنا نشوفوا ريبورتاج على على اللاعبين السابقين اللي كانوا حكام داروا ان اكسيدون يعني كان رايحين الوهران اللي شافيه وهو جاباروت الوهران يتكلم عليه ويقول احنا درنا ان اكسيدون تما وحبسنا وكان يديروا سيربي لامسيو يقول لك اوريزمون جاس في الطريق حسن الماس كان راه يحبس لنا وعاوننا ودانا اي كومباغازا يتكلم على الشخصيه تاعو الانسانيه كبيره الانسانيه تاعو. انا شفت صافي 30 كنشوف يعني ريبورتاج مع بابا يعني وبابا حبسني تشوف قال لي شوف الكبار اللاعبين كاش يديروا حبس وساعدهم وشفوا له ديتاي هذايا هو قعد بشخصيته انه كان من بعيد على الاضواء ما كانش يحب يبان حتى انه ما تصيبش عنده تصريحات في وسائل الاعلام ريسامون يعني كي مرض ربما الناس اللي دير لونتوراج تاعو اللي خلاه يخرج للاضواء باش الناس يعني تتذكر ما تنساش يعني انه اسم كبير ما كانش يدخل حتى في يعني عنده بصمه تاع الشباب الوزداد وما دخلش ما سمعناش في لي كونفلي اللي صراو يعني على رغم انه فريق ما عمر بلي كونفلي هذو لكن عمره ما دخل روحه لانه خلى روحه نظيف كان نظيف يخمم بلي مد الشباب الوزداد كلاعب ما يحبش يعني يلطخ الاسم الكبير هذا حسن الالماس في دي كونفلي تاع مستوى ماشي من مستواه. رجل كبير افتقدناه يعني انا لله وانا اليه راجعون نعزيو العائله تاعو وعائله شباب الوزداد والعائله الكرويه الجزائريه. نعم سفيان بوستر الحكم الدولي السابق محلل وخبير تحكيم برامج نو ميديا اليوم ايضا لابد انك يعني تاثرت بهذا الخبر الحزين. شكرا كريم نرحبوا بناصر ورفيق واحد. بالطبع يعني حسن الالماس والفقيد حسن الالماس هو سيت ان مونيمون دو فوتبول الجزائريين دونك سي اون بيرت لاني نفتقدوه يعني تفتقدوا للكره الجزائريه وانا نظن باللي راح يبقى يعني في الذاكره ويبقى راسخ لكل ما قدمه للكره الجزائريه ان شاء الله. يعني نتمنى انه هذا الجيل يعني ما ينساش كل شيء اللي كل حاجه اللي قدمها حسن الالماس ويبقى يعني في الذاكره الجزائريه. نعزيو العائله تاعو ونعزيو الشعب الجزائري ككل. للاسف اليوم انا نتاسف اني ما عشت الفتره هذيك كي نتكلموا يعني ما كنا في الكل نتكلموا مع مام رياض بالخديم اللي تاثر كثير برحيل حسن الالماس. قلنا دوماج ما كانوش يعني ما خلدوش يعني ما كانتش التلفزيون يعني تما متطوره يعني التكنولوجيا متطوره حتى يخلدوا لنا المباريات الكبيره اللي دارها حسن الالماس. يعني كاين كيلكو زاكسيون هكذا كيفو كيما اي لاعبين في الستينات حتى في يعني يقولوا لاعبين تاع جبهه التحرير ما عندناش يعني صور حيه اللي تخلينا حتى في التلفزيون الجزائري ربما ما كانش. لا ما كانش لا غالب على ليبوك ما كانش جسد فرصه. انا شفت الحاج الالماس يلعب سيتي ليموغوراسيون تاع ملعب 5 جويلية كنت صغير انا جافي 10-12 ans كنت في الستاد شفتو لا سيليكسيون مغربين وين كان هو ربما احسن لاعب كونتر ميلو اسي كونتر الفريق البرازيلي بالميراس انذاك تما لعب تما من طراز عالي. انا نشوف اون ايستوار كنا كي كنا صغار انا كنت صغير انا مناصر مولوديه الجزائر سيتي في نورمال كان في عمري 10 سنوات ولا لما تلعب مولوديه الجزائر وشباب انا ذاك شباب بالكور هذاك الوقت نسقسيو الى الالماس يلعب ولا الالماس الى ما يلعبش الالماس عندنا حدود باش نفوزو ولا نديرو ان بون ريزولتا ما يلعب اما يلعب الالماس حدود. نشفى واحد اللقاء وين في نهائي تاع كاس الجمهوريه اتحاد العاصمه شباب بالوزداد برمي ماتش تلعب في المونيسيبال 1-1 نشفى الى الذاكره تاعي بوحبيبنا اللي نسمو عليه كاع عبد القادر السعدي عدل النتيجة ضربة جزاء. اللقاء الثاني تلعب في بولورين كالكو جور ابري شباب الوزداد فاز ب 4-1 4 بيوت الالماس 70
4 بيت لالماس في لاكوب دافريك لا بريمير اسمح لي كان عنده ان تريبلي مع لوغوندا يعني رار شوين جوار الجيري سجل ثلاثيه يعني اتريك في في مباراه من يعني مستوى كاس امم افريقيا وكملها افيك 4 بيت ماركا الكاترين بيت تاع ما نساوش انه تاع الاثيوبي لبس لو مايو لعب في في النهد في لعب لومير ما لعب لا سيزون تاعو كامل يعني لا كاري تاعو كامل في شباب بالكور راح لعب في الصحه ولعب عام وسيف النهد ركز معايا رفيق حبيت ربما نطرح تساؤل حتى ربما نضغطوا ايضا على المسؤولين في كره القدم حتى نخلد هذا الاسم ربما مركز سيدي موسى نقدروا ننطلقوا عليه مثلا المركز تاع حسن الالماس ما عندناش منشآت كبيره لكن اسم وعالم مثل هذا لازم يخلد في حاجه يا كريم الناس اللي حاكمه كره قدم اليوم وين يعرفوا الحاج الالماس بالذات لا 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 الالماس مع الالماس الالماس سيتي حاجه تاني قلت لك من الطراز العالي ما كاش كاين الالماس ومن بعد يجوا الاخرين دونك اوتوماتيكمون نورمالمون اوتوماتيك تحط اوتوماتيكمون عنده عنده مركز عنده ملعب عنده من المفروض هذه قبل ما قبل ما يتوفر تعرف لي حاكمه كره قدم دوكا تعرف حاجه الالماس ولا ربما كاينه فرصه هذو الملاعب الجديده اللي راهي تشيد يعطيو الاسماء هذا 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 هو المقصود يعني احنا حتى الان ما عندناش جل الملاعب المبنيه راهي مسميه هذه الملاعب جديده ربما مركز سيدي موسى ما بقاش اسمه سيدي موسى ربما يبدلوا له اسم على كل حال تبقى مجرد اقتراحات لانه ولكن يعني حاجه كبير انا خدمت مع الله يرحمه هو ماشي كلاعب كره قدم كانسان كانسان راجل عنده مبادئ فيري ان فيري اوم راجل تاع الصح هذا واش حبيت نقول نعم الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله نسير ان شاء الله عليه ان شاء الله شوف اسماء كبيره يعني في الكره الجزائريه صنعت تاريخ الكره الجزائريه من ليكيب تاع الهلال لفعلان واللي صنعوا يعني في الستينات والسبعينات انا ماذا بيا اليوم احنا ما نستناوش حتى يرحلوا الليموني وعندهم حتى نتفكرهم نعطوا لهم قيمتهم هما يكون هما نعم عبد الجميل واسماعيل كاباتو واش دار كيما تعلقوا يعلقوا ارجون اسماعيل كاباتو ما يرحمه واش دار الكره الجزائريه عجب ما تسميش عليه انت قاع كرمالي كرمالي شيخ المدربين ربي يرحمهم كامل على كل حال يعني ما باش نقولوا في هذه النقطه لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله نقولوا للاهل والعائله ربي يرحمهم وغدا غدا باذن الله يعني سيورث يعني في مقبره جاردي يعني ظهر الغد اذا لله ما اعطى ولله ما اخذ ونواصل وندخل مباشره في صلب الموضوع وموضوعنا اللي هو كاس العالم هنالك بارض روسيا اليوم المنتخب المستضيف يغادر هذه الدوره لكن غادر بشق الانفس بعد ان احرج من أحرج كرواتيا المرشح للذهاب بعيدا يعني سيناريو مباراة قوي جدا نبدأ بهذه المباراة لأنه بخصوص يعني المنتخب المستضيف ناصر روسيا 2 كرواتيا 2 بعد ضربات الترجيح ربما السيناريو اللي كنت تكلمت عليه أمس قلت لك يقدروا يدوهم ضربة الترجيح اليوم لا المرشح نعم. حقيقة اسمح لي كان المرشح هو كان الفريق الكرواتي نعم. قلت أنا كيف الشرح دون لا رياكسيون راح يكون المنتخب الروسي حتى ولو كان رد فعل رائع ممتاز من جانب الفريق الروسي نظن أنه شفنا ربما ثاني أحسن لقاء في هذا الربع النهائي بعد لقاء بلجيكا والبرازيل اليوم شفنا لقاء ممتاز فيه كل شيء فيه دو سيسبانس فيه ركلات ترجيح فيه دي غارديان بيوت دو كاليتي دفاع نقولوا الروسي اللي عرف كيفاش يتمركز نظن انه كان انا في تقريبا كل شيء في هذا اللقاء هذا اربعه اهداف صراعات ثنائيات صراعات اربع اهداف تكتيكيا ولا سور لو بلان تكنيك تكنيكو تكتيك المدربين داروا دي سيستم لي بعض الاحيان مشى لهم لكن ظن انه في الاخير كانت الحظ من جانب هذه كره القدم واربعه اهداف في مقابله واحده يعني اربعه اهداف باش نشوفوا لي دي سين كنت نقصر مع سفيان في كيشنا اللقاء كيف قلت له يا دي سين لما تشوف فريق الكرواتي اللي فولو دير دار بريمير بارتي تاع المونديال دو كاليتي ضد فريق الدنمارك عانى شويه راه يمشي بخطى عانى شويه وجاز كما نقولوا من الثقبه تاع الباب جاز بركله الترجيح اليوم مره اخرى يجوز بركله يا دي سين وين ربما هذا الفريق راح يمشي لو بلو يعني بوسيبل يعني كره القدم الكرواتي نعم لكن فريق الكرواتي نعم لكنه عانى يعني رفيق وحيد المنتخب الكرواتي بنجومه اليوم رده فعل قويه من جانب روسيا هدفين اداء يعني جيد نظن انه الشعب الروسي خاصه الجماهير الروسيه راهي فرحانه اليوم لانه
تكون يعني تحزن شوية، ولكن ما خرجت مرفوعة الرأس من هذا المونديال لأول مرة في التاريخ. هما أصلا يعني ما تجاوزوش الدور الأول، بعد ما تجاوزوا الدور الأول راحوا للدور 16 وتجاوزوا الدور 16 اليوم في الربع النهائي، وكانوا على مشارف الوصول إلى المربع الذهبي. ماشي لأول مرة في التاريخ، في 66 في 66 بإنجلترا لعبوا لدمي فينال، دمي فينال خسروا مع ألمانيا. لو نحسب الاتحاد السوفيتي هو المنتخب الاتحاد السوفيتي، لا احنا نتكلموا على روسيا الحالية يعني محسوب الاتحاد السوفيتي. خسروا مع ألمانيا الغربية وخسروا الماتش دي كراسمو مع البرتغال. نعم. يعني كي تشوف انت ما خرجوش على القاعدة المنتخب الروسي، يعني في النهاية في 21 طبعة لنهائيات كأس العالم ستة منتخبات فقط نالت الكأس فوق أراضيها. المنتخب الروسي قلنا في بداية يعني المونديال هو أقل المنتخبات الروسية قوة المشاركة في نهائيات كأس العالم. كنا نتوقع أنه لو يمر للدور الثاني راح تكون مفاجأة، قلنا أنه المنظمين ربما حيساعدوا هذا المنتخب حتى يمر للدور الثاني على الأقل من أجل ضمان الحضور الجماهير، لكن بلوغ الدور الربع النهائي من منتخب كرواتيا يعني أكبر من الأمنيات اللي كانوا يتمنوا، وتروح ضربة ترجع يعني كان على مشارف الدور نصف النهائي، يعني متفكروا عدة منتخبات حتى ماشي مستضيفة للدورة لكن كانت على مشارف الربع النهائي مثل غانا، كانت هتكون نتيجة يعني كبيرة وكبيرة جدا لو لم يعني تضيع ذلك في ضربة ترجع أمام الأوروغواي. لكن في النهاية نقول أنه المنتخب الروسي خرج مرفوع الرأس، ولو أنه يعني كان عنده فرصة وفرصة كبيرة أنه يتأهل. أعتقد أن سينجيسيس ديفين يعني المنتخب الكرواتي يعني كان قدم أداء كبير منذ انطلاق الدورة، قدم كما قال الشيخ ناصر يعني مؤشرات قوية على أنه من بين المنتخبات القادرة على إزاحة المنتخبات المرشحة للتتويج. فإذا بالمنتخبات الكبيرة خرجت تباعا وبقيت يعني المنتخبات التي كانت قوية منذ البداية، لا كانت قوية ومتمسك منذ البداية، فرنسا بلجيكا وكرواتيا. أكيد نعم. أنه كرواتيا يمكن لها اليوم أن تحلم بالتتويج بالكأس. نعم، نروحوا إلى ناصر بويش. الخطأ الذي ارتكبه اللاعب الكرواتي يعني في دقيقة 114 بطريقة ساذجة كاد أن يكلف يعني فريقه يعني الخروج من هذا المونديال، خاصة أنه شفنا الست دقائق المتبقية والخمس دقائق كان ضغط المنتخب الروسي وكاد أنه يحسم النتيجة لأنه المعنويات كانت هنالك فوارق في هذاك. سي فري كانت اون فوت دو ما، المدافع استعمل يدو كرة نقولوا سهلة، كرة ثابتة شفنا كيف سمولوف حطها فوق تقريبا رأس وليبول تاع فرنانديز اللي عدل النتيجة ورجع الفريق الروسي على قيد الحياة، اللي كان ربما في خمس دقائق أو أربع دقائق الأخيرة كان أحسن بكثير. خطيرة اللقاء كانوا حس أنه راح يلعب ويقدر يقتل اللقاء، كانت فرصة وفرصتين أن يغتنم تلك الحالة المعنوية المحبطة للاعبين الكرواتي. هذا هو قلت لك، الفريق الروسي ربما ورى أشياء اللي ما شفناهاش ربما ما عدا في اللقاء الأول وين كان حاضر كما نقولوا دون فاسون نقدر تقنيا وخاصة أمام يعني خصم صعب، تقدر نقولوا أنه أحسن مباراة المنتخب الروسي. لا أحسن مباراة المنتخب الروسي شفنا اليوم سيفري نوزا يطوني المنتخب الروسي هذا بالأداء هذا، كانت عنده ربما حظوظ كبيرة باش يمر، لأنه لو كان مر إلى نصف النهائي الفريق الروسي كان يروح للنهائي وهذا يكون إنجاز تاريخي. لكن تشوف كيف الفوتبول كريير وكرة القدم في بعض الأحيان جينيرالمون بصير كلام في تاريخ كرة القدم، لما فريق يكون يعود في التواني الأخيرة يعود على قيد الحياة ومن بعد فيها ركلة الترجيح جينيرالمون هذا هو الفريق اللي يتأهل. نعم اليوم شوف الكرة كيفاش اليوم يعدل النتيجة فرنانديز في الداني رجع الروح الحياة للفريق بدأ فقدهم الروح في الدرجة حتى هو اللي ضيع ربما. ولكن حتى المنتخب الكولومبي ولا في الوقت بدل ضايع مينا ولكن أقصية في ضربة الترجيح عامة جنرال قادر هو يتكلم عن الحالة المعنوية خارج القاعدة يعني لا المونديال هذا، لكن نظن أحسن لقاء اللي شاهدناه حتى الآن يعني في هذه الأدوار المتقدمة. نعم نتكلموا ناصر نبقوا معك، كيف كانت الإحصائيات المقابلة؟ الإحصائيات نعم. كما كان منتظر أنه الفريق الكرواتي هو اللي كان راح يستحوذ على الكرة سيسير. الفريق الروسي كانت عنده خطة دفاعية، لكن بار مومون كان يخرج جوست فتح باب تسجيل ربما في بعد نصف ساعة لعب. نعم السير تريك أنه الفريق الكرواتي عاد جيست أبري 10 دقائق أو 9 دقائق عدلوا النتيجة للفريق الكرواتي، لكن نظن أنه لا ديفيرونس علاش عانى شوية الفريق الروسي في بعض الأحيان
ان لا بوزيسيون دو بال كروات ماشي كيما الاسبان صادير يحكموها الاسبان ما نروحوش بالعرض لي كروات عندهم ان جو ديريكت لي زابيل دو با تاع بيريزيتش مونزوكيتش راكيتيتش ولا مودريتش لما يزيدوا لا سوبيريوريتي يعني يستحوذ الكره ويمشي للامام سي بلوس ان جو على فيرتيكال للامام دونك يصعب لك نظن انه هذه هي لا ديفيرونس لهذا ربما الدفاع الروسي لا حتى ولو صمد كما ينبغي لكن لا سوفر في بعض الاحيان في هذا اللقاء كانت كره على القائم تاع بيريزيتش ربما اللي كانت تقدر تقتل اللقاء بون هذه الاشياء كلها لكن لما نشوفوا الاحصائيات 64% من جانب الكرواتي 36% من جانب الروسي حتى ولو 36% لك 6 ركنيات سي ديجا با مال 8 ركنيات من جانب الفريق الكرواتي يعني متقارب بطاقات 4 بطاقات صفراء من جانب الفريق الكرواتي لانه كان عليه الفريق الكرواتي يروح ان كومبا فيزيك لو كومبا فيزيك بون يجعلوا انه يدير اخطاء على المدافعين ولا الميليو تيرا دون ان كارتون الفريق الروسي التسديدات 12 تسديده من جانب الفريق الروسي 6 على المرمى و15 من جانب لي كروات و4 على المرمى نقولوا انه في توازن في توازن في توازن حتى قلت لك كان استحواذ على الكره كان من جانب الكرواتي لكن كانت ربما فعاليه دون لو جو روس صادق كانت فعاليه لكن نعاود نقول لانه الحظ اليوم كان مع الفريق الكرواتي مرة ثانية بعد التأهل ضد فريق الدنمارك وقلت لك هذه الأشياء هذه ربما تعطي إشارات هي حالات الفريق الكرواتي لأنه كأس العالم تغازل هذا المنتخب هذا المنتخب اللي ربما يمشي وينشط النهائي نعم على صعيد نشوف أنه فيه 4 بطاقات صفراء من جانب كرواتيا وبطاقة من جانب يعني المنتخب الروسي كيف كان التحكيم في هذه المقابلة هل كان منصفا هل كان عادلا في أخطاء يعني نقدر نتكلم عليها يا سفيان بوستر ساندو ريتشي أدى مباراة قوية وأدى مباراة أدار اللقاء بامتياز يعني حكم أنيق جدا شفناه اليوم يعني قراءة جيدة للعب تمركز ممتاز يعني ما خلى ولا فرصة يعني تفوتوا ولا يعني أو احتجاجات من طرف الفريقين يعني كان قريب جدا من اللقطات وربما تدخل التوعو كلها كانت موفقة يعني شخصيا أنا أعجبت بهذا الحاكم يعني قوي شخصية قوية جدا ويعني ما خلى يعني ما فوت ولا فرصة يعني ما كانش يعني قريب يعني قد أمام اللقطات كلها يعني نعم وكان أدار لقاءين كرواتيا نيجيريا والدنمارك فرنسا وحكم دولي منذ 2011 43 سنة نعم إذن لو نقدموا عالما هذا الحكم شحال تكون راح تكون 8 8 يعني تقريبا الأهم هو سيفري كما قال لك سفيان لقاء مثل هذا صعب باش تحكم تقدر تربيتري ماتش باري المنتخب البلد المنظم ضد فريق سياسة حاضرة حتى رئيسي البلد لا لكن شفنا حتى في ضربات الجزاء كان دخل على سوبازيش اللي كان ربما كنا كان يخرج من بالضبط نظن انه كان لا في المستوى في هذاك نبقى معك سفيان بوستر شفنا انه سوبازيش كان يخرج من المكان تاعو بخطوه كل ما يسدوا الكره في الكره اللي ضيعها في فرنانديز كان ممكن انه تعاد الكره هي من المفروض انه حارس المرمى يبقى فوق الخط لغاية انطلاق الكرة شفنا باللي حارس المرمى الكروات الكرواتي كان ثلاث مرات يعني كان في ثلاث حالات يخرج قبل ما اللاعب يقذف الكرة في الحالتين تسجل هذا في الحالة الثالثة أن الكرة خرجت من المفروض أن الحاكم يعيد أن تنفيذ ضربة الجزاء ولو أنه هنا يعني باش نوضح فقط الرول تاع الحاكم أو الرول تاع الحاكم في ضربات الجزاء عنده يعني دو رول يشوف لو بوتر معناتها اللاعب اللي راح يسدد الكره ويشوف بلا كان ما دخلوش ويشوف في ضربات الجزاء ويشوف حارس المرمى اذا كان خرج قبل تنفيذ ركله الجزاء اما الحكم المساعد اللي يكون يعني فعل هذاك واش لو رول تاعو انه يشوف الكره اذا كان اجتازت ام لا فقط نعم يعني رغم هذا يعني في خطا على مستوى ضربة الترجيح فيه نعم لا انا قلت لك اللقاء مثل هذا لازم تركيز كبير تاع الحكم انا نقول كاين اللي كان يقول انه شتت انتباه سوباسيتش الحكم لما تكلم معه تكلم معه ثلاث مرات ثلاث حالات كما قال لك سفيان بون
سي فري كو انه في تاويلات ربما هاك حتى ولو كيفيه ضرب ضربه الجزاء تاع ماريو فرنانديز اللي كانت كيما تعب 120 مينوت نضل 120 دقيقه ماشي سهله حتى ولو ضربها بصفه نقولوا ماشي مثاليه ولو انه مطلوب من الحكام انهم يتكلموا مع حراس المرمى في هذه الحالات مطلوب أن لازم عليه انه وفي هذيك اللقطه لما يشتت التركيز اللاعب من حقه عادي فوق خط طالما كان فوق خط مرمى يدير واش يحب انت يقدر اش يدير لك لون ما يهموش فيه قصدي اش ياثر على اللاعب لانه هذيك الحركات تاثر على المهاجم او اللاعب ولا مدافع مهما كان يكون لا دروا سيركولي سور لا لين دو بي ان بوان نوتي برك كريم نزيدو شويه خارج على شيء هو نصر نروحو نتكلموا بعد في هذه النقطه بعد الفاصل مشاهدينا ثم نعود تذكر النقطه هذه يا نصر لا في دماغي في دماغي نو سي بو ريزومي ان بو نلتقي بعد الفاصل مشاهدينا اهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج هضره مونديال دائما على المباشر مشاهدينا انتم معنا في هذا البرنامج الذي نبثه يوميا على قناه نوميديا ونرحب بصغيره كيفي صغيره نوميديا نقول نعم شاكيره تاعنا كما يسميها نصر بشهنا وسهلا شكرا كريم نرحب بكم نرحب مشاهدينا الكرام وشكرا على الاستضافه شكرا لك بالصفر اليوم اليوم جاي اسكا البارحه كولومبيا غادرت غادرت كولومبيا غادر وقال السويد قال السويد 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 غادر في السويد باقي لك كنت بلعلى مع السويد اليوم لا خاطيني على بها غادره مرحبا بك كرام الله يسلمك شكرا اذا مشاهدينا تكلمنا حول المقابله الثانيه في هذا اليوم اللي جرت بين روسيا وكرواتيا ونروحوا قبل ذلك كان عندك فكره ناصر بوي لا حبيت نقول نهضر على اللقاءين تشوف كيفاش اليوم نعم. الكرات الثابته عندها اهميه كبيره نعم. سجلت 5 أهداف على 6 اليوم نعم. بالراس براسيات دون 3 على كره ثابته نظن انه باش تشوف انه كيف نعم اهميه كنا نعطوا جزئيات في لقاءات نعم. جزئيات كنا نقولوا امس حتى ربما صعوبه اختراق حتى المنظومات الدفاعيه يا نصر تطورت يعني أصبح صعب جدا أنك عدا المنتخبات اللي لا تملك ربما خطط تكتيكية واضحة يعني كل تقريبا جل المنتخبات كانت صعبة في المونديال هذا حتى الآن حتى اليوم الجولة تاع اليوم نظن أنه لا بتيت ريفوليسيون اللي كاين سي كو يا با بوكو ديسباس صادير الفرق ولا اللي ما يخلولكش بوكو ديسباس كلش مغلق لازم شوية أن بو كرياتيفيتي باردون تاع المهاجمين لكن ظن انه لو بلوز امبورطون سي كو المساحات تغلقت سي بلوس ولات توتي ايرميتيك والكرات العاليه الهوائيه كما شفنا اليوم قلت لك 3 أهداف سجلت على كره ثابته وبالراس 5 أهداف زوج دون لو جو 3 كرات ثابتة 5 على 6 بالراس ظن انه لونجاجمون فيزيك لا امبورتي في هذه المقابلات الاولى تاع المونديال نعم نروحوا نتكلموا برك اسمح لي برك واصل واصل رفيق هذه البارح شفت لا روت فير لا فينال بول لي باج اللي داروا داروا خارطه الطريق راح تتكلم عليها فيما بعد كرام في معليش انا ديطاي يعني قعدت نحسب لي فينال يعني مشاركات البرازيل نو البرازيل شاركوا في كل طبعات 20 هذه لا 21 اوكي في 20 طبعه وصلوا سيفا لا فينال اوكي كاين 4 منتخبات يعني ناحية ستاد وتاع الفينال 4 منتخبات أقصت في أدوار متقدمة المنتخب البرازيلي ولم تصل للنهائي منها البرتغال 66 فازت قبل اللي دمي فينال ما وصلش لفينال فرنسا 86 إسبانيا 34 إلى يوغوسلافيا 30 ولكن هناك 10 منتخبات فازت قبل نصف النهائي على المنتخب يعني في 10 مرات على المنتخب البرازيلي ووصلت للنهائي 5 خطرات فازت باللقب و5 خطرات ما فازش باللقب هناك اون 2000 يعني المنتخبات الخمسه التي فازت في ادوار قبل النهائي قبل نصف النهائي على المنتخب البرازيلي لحقت للنهائي وما فازتش هي هولندا اون 2010 فرنسا اون 2006 الارجنتين اون 90 هولندا اون 74 والمجر اون 54 والمنتخبات الخمسه التي فازت على البرازيل يعني في قبل نصف النهائي ميزابار الالمان في ديمي فينال تاع 2014 وداو اللقب هما توجوا باللقب الالمان ربحت اون ديمي فينال وفاز باللقب 2014 الارجنتين 78 سيتي فاز دوزيام تور كانوا لي جروب يروحوا ديريكتومون لا فينال فاز باللقب ايطاليا 82 فاز دو بول كان دوزيام تور كانت الارجنتين باولو روسي فوالا باولو روسي 82 فاز باللقب لوريغوي 50 لعبوا لا بروميير فوا فاز فينال اون سيستيم دو جروب وكلاسو برومي فازوا باللقب وايطاليا 38 كان لعبوا ديريكتومون لي 8 دو فينال وفازوا باللقب نعم شكرا يعني في النهايه
النهايه بور ريزومي بلجيكا التي فازت على البرازيل في ربع النهائي مرشحه منطقيا لبلوغ النهائي. حجرة صعبة للبرازيل. روحوا إلى المقابلة الثانية أيضا، السويد وإنجلترا. إنجلترا اليوم تبدأ في هذا المونديال، تصل إلى المربع الذهبي، إذا منذ مدة طويلة لم تصل لهذا. منذ متى رفيق حسب المعلومات؟ إنجلترا النهائي 66 نهائي، لا ربع نصف النهائي 90 اللي تقصد في الولايات المتحدة. لا في إيطاليا، في إيطاليا نعم، غاري لاينيكر. لا ستيوارت بيرس وكريس وودل هما اللي ضيعوا. كريس وودل لا نتكلم عن المقولة الشهيرة كانت التم هذيك هي المقولة الشهيرة اللي تحبها بزاف. واش قال ذكر المشاهدين؟ كرة القدم هي لعبة تتلعب 11 في مستطيل أخضر وفي النهاية صراحة الفريق الألماني هو اللي يفوز. هذه ترى ليس دائما، عامة الفريق الألماني نسقم ولا نزيدوا لها كلمة باش نرجعوا باش نكونوا بريسي. لونجلتاس هي تروزيام دومي فينال تاعهم في بلادهم الدول الكاس، راحوا لا فينال الدول الكاس اون 90 في ايطاليا حبسوا في نصف النهائي، واليوم راهم نعم. واليوم راهم دومي فينال. نعم شكرا رفيق. روحوا كما كنا نتكلموا حول هذه المقابله. ناصر بويش، اليوم المنتخب الانجليزي يعني عارف كيف يستغل المساحات الموجوده لو لم تكن كثيره امام منتخب سويدي صلب جدا. نصف ساعه الاقوله الاولى كانت ربما خطوره سويديه، لكن فيما بعد راحت هذه الخطوره، شفنا انه دخل المنتخب الانجليزي ولو متاخر في اجواء المقابله وحسم من اللقاء. الفريق السويدي كنا انه باردون قلت لك الا كانوا سور لو بلان فيزيك كما في اللقاءات الاولى، خاصه في اللقاء ضد المانيا وين بدات لعبوا احسن لقاء تاعهم في هذه الدوره هذه، ما شفناش الفريق السويدي هذاك اللي شفناه في اللقاءات الاولى. الفريق الانجليزي افيك سي ستار كيما نقولوا عرف كيفاش. الاهم هو انه في 20 دقيقه الاولى ولا 25 دقيقه الاولى الفريق الانجليزي خلى لينيسياتيف للفريق السويدي. نعم الفريق السويدي استحوذ على الكره في هذه الدقائق الاولى تاع اللقاء، لكن اينا با ان جو بروفوندور. اصبح اللعب لما تشوف شغل مول كيفاش نقولوا اونويو، ممل ممل ممل. بون الفريق الانجليزي حس انه خلاص الفريق السويدي ما يقدرش يمد ان ريتم للقاء، خرج دانكرون وبدا شويه يضغط. جاتو ركنيه او ركنيتين، في وحده منها ماغواير طلع صعد فوق الجميع، فوق فوسبرغ، فوق كل غرانكفيس كيما قلت وحطها في الشباك. من بعد الفريق الانجليزي لعب انيق في المحور. لا رجل لقاء لكن اظن ان المنتخب الفرق الكبيره نظن انه من بعد وراهن على هذا. من بعد الفريق الانجليزي لما يكون عندك لاعبين كيما ديلي الي، كيما هاري كين، كيما لينغارد، كيما سرعه رحيم ستيرلينغ القدام، لكن خاصه لما يحبوا دون دي سيتياسيون كيما نقولوا يغاردي والبارون يقدروا يديروا ضد فريق. زادوا سجلوا هدف ثاني تقريبا براسيه ديلي الي، ومن بعد نظن انه اللقاء كان سهل. انا ليا الفريق الانجليزي كونتخيرمون للفريق الكرواتي اللي لعب 120 دقيقة تعب نفسه كثير، الفريق الانجليزي عكسا لعب بكل ارتياح، سجل هدف في كل شوط. وكان من الممكن انا نظن كيف واحد لاعب كيما هاري كين ربما كان اليوم كانت له السهوله باش يسجل على الاقل هدف بعد 2-0. نعم يسجل هدف ويصبح انا ربما سبع اهداف هو تسمى لو بيتور تاع الدوره هذه. يقترب ايضا لا كم سبعه اهداف اكزاكتومون الى يقالي لو ريكورد تاع لاغاري في دوره واحده في دوره واحده كان يسجل لك على الدوره هذه. اليوم كانت عنده امكانيات بعد الهدف الثاني قلت يحطم رقمه لكن ظن اكتفى بهذا التاهل الفريق الانجليزي سون فير ديفور. ولو انه الحارس الانجليزي يعني قد امرنا من الكرات كثير من جدا حتى انا قلت لك بعد الهدف الثاني الفريق الانجليزي حب يسير اللقاء وسير على كل حال. بون الفريق السعودي ما بقى له حتى شيء انه يغامر يخرج من منطقته. ايزون دو زوكازيون بيكفورد الحارس الانجليزي كان في المستوى، لكن بصفه عامه لما نشوفوا اللقاء ونوزنوه الفريق الانجليزي سون فير ان غران ماتش بلا ما تعب بلا تاهل الى الدور نصف النهائي كونتخيرمون ليكيب كروات. قلت لك اللي لعبت 120 دقيقه ركلت الترجيح ربما كان بلوس الفريق الكرواتي باش يخرج
ولا على قيد الحياه كل فريق الانجليزي اللي تاهل بكل ارتياح. نعم رفيق، مقابله لم تكن سهله ابدا، على خاصه السويد اللي ربما ما شفناش بنفس النجاعه الهجوميه. كنا نتكلموا حول منظومه تلعب بكتله واحده في الدفاع في الهجوم، اليوم ما خانتها تلك الماكينه، تعطلت. اكيد احنا كنا نتوقع انه نشوفوا منتخب سويدي اكثر خطوره في الهجوم، لكن ظهر ربما دون انياب. لا ذكرنا اكيد بدون انياب، ذكرنا بالمنتخب الاوروغواي اللي كان قوي في الدور الاول، ثم يعني في المباراه الاخيره تاعو كانه منتخب اخر. ما نقولش ربما انيتي با اوسي موفي كو لوروغواي لا سويد، ولكن في النهايه ما بينش يعني الورقه الهجوميه تاعو الا عندما كان يعني خسر في اعتقاده كل حظوظه، وكانت عنده بعض الفرص، وكان ربما يلعب كي تشوف يعني الفرص امام المرمى كاين لا بريسيبيتاسيون كثير، يعني كان يعني لو كان ما كانوش يعني سو بريسيون بوتيت لو ديرني جاس يكون احسن جو بونس لو تو بو لو تو. ويعني الهدف الاول تاع المنتخب الانجليزي ماغواير لاعب ليستر سيتي هو اللي ربما اثر عليهم كثير. ظن انه يبقى في ليستر سيتي مدافع مثل هذا؟ لا شو لما خاصه في سوق الانتقالات مازال مفتوح. لا لا كي دير اداء كيما هذا في المونديال ماغواير، ربما انا قلت لك اليوم رجل اللقاء. نعم. سجل هدف، وكاين نقطة هامة احنا نعرفوا ان الفريق السويدي تكلمنا عليها. نعم. انه قوته هي الكرات الثابتة، الكرات العالية ضد فريق انجليزي وين عندك ماغواير، عندك ستونس، عندك هندرسون في وسط الميدان، عندك وولكر، نظن انه صعيب عليك باش تفوز عليهم في الكرات الهوائية. هذا ربما اللي عطى بلوس اكثر ارتياح. نصر نتكلم حول خطة ساوث جيت اللي يلعب 3-5-2، يعني غير المنظومة يعني الخططية تاع المنتخب الانجليزي اللي كان يلعب دائما ب 4-4-2 يعني كلاسيكيا. اليوم شوفوا انه يعني الخطة السابقة دائما يعني تخرج من المونديال، اليوم هذه الخطة خرجت عليهم بهذا التعداد. لا خرجت عليهم لانه اللاعبين. نعم. لما تكون عندك انت تلعب بثلاثة، تلعب بولكر ادروات، وتلعب بستونس ماغواير. نعم. وستونس، ومن بعد عندك تريبي وعندك يونغ على الاخر، سي دي بيستون لي سونز لا ماكينه يعني في. نعم. الفريق الانجليزي ماكينه، يا دي زوتوماتيزم، عندك دفاع بدني في وسط الميدان، عندك لاعبين عندهم سرعه كيما رحيم ستيرلينغ، هاري كين قلب واسمو اتاكون دو بوينت. نعم. محوري اللي يعرف كيفاش يديكروشي، ديلي الي اللي يعطيك الكرات لي ديرني بالون لو ديرني جاست، لينغارد اللي كيف تقريبا كيما ستيرلينغ كورتو تقنيته والسرعه تاعو. نظن فريق متكامل في كل واحد يدير الدور تاعو كما ينبغي. نظن انه اليوم الاهم هو في هذا اللقاء حبيت نقول لك ان الفريق الانجليزي بدون ما يدير مجهود كبير فاز هذا. نعم. الشيء الاهم في هذا اللقاء هو انه بكل ارتياح فاز، وراح يلعب اللقاء نصف النهائي ربما لكن ميير ريكوبيراسيون على خلاف منتخب كرواتيا. رفيق هذا الجزء هذا ما لازمش نمدها الرفيق على بالي تعاود تولي لك الكلمه هذه ايضا. معليش. نشوف يقولوا انه ثوره غوارديولا اللي ربما ولمسه تاعو في المنتخبات عن طريق ربما الانديه اللي سيتي والبايرن من قبل. نتكلموا حول اسبانيا لما كان في برشلونه تيكي تاكا، كيف اصبح يلعب المنتخب الاسباني مثل برشلونه، يعني في عهد ديل بوسكي اللي قال انه نحب نلعب كيما البارسا هكذا، انت قلتها ذكرتنا بهذه. نعم. في المانيا لما كان مع بايرن ميونخ كيف اصبح المنتخب الالماني يستحوذ على الكره حتى غير طريقه اللعب. اليوم نشوفوا نفس الشيء مع منتخب انجلترا، اظن انه لمسه غوارديولا واضحه جدا، خاصه انه السيتي اكبر نادي ممثل ب 17 لاعب في هذه البطوله. تقصد ان المدرب الحالي للمنتخب يعني قدم فلسفه، غير فلسفه اللعب. معليش خليه. نعم. تجاوب على بالي بلي ترجع لك. لا نجيك من جهه اخرى، ندخل من باب اخرى حتى في بلجيكا ايضا. لا ندخل لك من باب اخرى باش نعزز لك الفكره تاعك. تيكي تاكا هي فلسفه اللعب، جا كري في برشلونه جاب فلسفه الكره الشامله. الكره الشامله كانت عند المنتخب الهولندي، لكن طورها طورت. ماشي تيكي تاكا لما يقولوا في كالكو بلاطو يعني اللي يدير لي 500 باس يقول تيكي تاكا جونيور بورتو، هذه يعني الناس يعني الاحتفاظ بالكره ولا تيكي تاكا. انا بونس كو تيكي تاكا اكبر، يعني هي فلسفه اكبر واعمق وعندها ابعاد كثيره مقارنه واش يتقالوا في كالكو بلاطو. اي جو بريفير ليسي لا بارول ان تكنيسيان يقدر يفهمنا احسن طريقه اللعب. نعم. حبيت نقعد في الفكره تاعو بصح شفت البيك بون كيفاش راحت. معليش. المنتخب الانجليزي اليوم اغلبيه لاعبوه اساسيين. نعم. تاع توتنهام
هما عندك هاري كين، عندك ديلي الي، عندك تريبي، وعندك وولكر اللي يلعب في سيتي، كان في كان في توتنهام مشى لسيتي. بوكيتينو المدرب الارجنتيني تاع توتنهام عطى تسمى عطى ان جو دو سادير تيكي تاكا بصح افيك ان جو دوفون سادير دو لا بروفوندور كيما يديروا لي كروات يستحوذوا على الكره لكن الامام راه الامام جو على فيرتيكال اللي نشوفها اشاك فوا مودريتش ولا راكيتيتش ولا لما تكون عندهم كرات يسيبوا مونزوكيتش القدام يسيبوا بيريزيتش بروزوفيتش. نظن انه اليوم سي فري استحواذ على الكره بصح السرعه في دون لا ترانزيسيون هذا واش نحوس على الكلمه دون لا ترانزيسيون سادير من باش تجوز دون اون اوتر ايتاب اي دون ان اوتر لوجيست. نظن انه سي فري كاين غوارديولا وكاين لاعبي توتنهام وفلسفه بوكيتينو. نعم نتكلموا حول الاحصائيات قبل ان نمر الى التحكيم. الاحصائيات هنا كاين تكافؤ عندك الحكيمة عكسا على اللقاء اللي هضرنا عليها في الاول 43% من فريق جانب الفريق السويدي 57% من جانب الفريق الانجليزي حتى وكانت اكثر فعاليه من جانب الفريق الانجليزي عده فرص شفنا رحيم ستيرلينغ باك ضيع هدفين او ثلاث اهداف وحده. الركنيات ركنيه واحده للفريق السويدي هذا الشيء كما نقولوا سي فابل. نعم اللاعب نشوفوا انه يتيم انه سو التنشيط الهجومي كان تقريبا غايب. ست ركنيات من جانب الفريق الانجليزي في وحده سجل الهدف الاول بها راسيه ماغواير. التسديدات على المرمى سته من جانب الفريق السويدي ثلاثه على المرمى نظن انه شيء ضعيف. ثمانيه من جانب الفريق الانجليزي اثنين على المرمى. نظن أن لما تشوف هذه الإحصائيات حتى ولو قلت لك أنا ما نامش كثير بالإحصائيات لكن الفريق الإنجليزي تأهل بدون أقل مجهود أقل مجهود يصون فيرين غرو ماتش. نعم من ناحية التحكيم سفيان بوستر بيورن كويبرز أدار اللقاء يعني بطريقة جيدة سير المباراة كنا نتكلم أمس أنه عنده أصول سويدية سويدية وهولندي سير المباراة يعني بشكل صحيح يعني ما يعني ما نظن بلي المباراة ما كانتش قوية كما المباراة الثانية يعني ومباراة الثانية اللي راحت يعني حتى الوقت الإضافي المباراة يعني الأولى مشات يعني في 90 دقيقة تحسمت يعني في 90 دقيقة منحت ثلاث إنذارات اثنين للمنتخب السويدي وإنذار واحد للمنتخب الإنجليزي عرف يعني سير المباراة تمركز جيد وقراءة جيدة للعب ولو أنه نظن باللي ربما في خطأ اثنين لا كيبرز نظن باللي هذه مباراة يعني الأخيرة الأخيرة تاعو في الدور هذا لأنه في مرشحين يعني أبرز منه يعني خاصة سنغالي مالون نظن باللي راح يدير نصف نهائي. نعم الآن نتكلموا حول المباراة النصف النهائية التي ستجرى بين المنتخبين إذن ستجرى بين كرواتيا وإنجلترا ابتداء من الساعة 7 مساء يوم الأربعاء 11 جويلية 2018 في ملعب أولمبيكوس كولومبيس لوزنيك. إذن مقابلة فقط في موسكو هذا موسكو نعم موسكو. نعم في العاصمة موسكو قراءة فقط راح نتكلموا فيما بعد حول هذه المقابلات لكن قراءة فقط في هذه المقابلة كيف ستكون؟ راح يكون تكافؤ علاش أنا ربما نرشح الفريق الكرواتي لكن لما تلعب 120 دقيقة صعب لأنه سي لو بلان لا ريكوبيراسيون سي إلا كانوا حاضرين الفريق الكرواتي عنده حظوظ باش يمر سينو تصعب له ضد فريق إنجليزي اللي ربما يدي خاصة أنه لعب بالدورين السابقين 20 دقيقة عندك لقاء لقاء زيادة على كلما تحسب عندك تقريبا لقاء ساعة ساعة لعب تقريبا نقولوا لقاء لأنه سيتي انتونس افيك لا بريسيون افيك لا بريسيون ولعب ثلاث مباريات في الدور الأول بقوة يعني ماشي حتى المنتخب الإنجليزي كان ارتاح في آخر مباراة لعب بالبدلاء لا تلعب ضد بنما بلا ما تدير جهد كبير لعبت ضد تونس ما ديرش جهد كبير لما تشوف يعني اللقاءات اللي لعبهم الفرق حتى لو تونس أرهقتهم شويه حتى الدقيقه الاخيره اللي ولكن ماشي لعبوا دفاعيا كانوا لازم يديروا جهد هذا رايك انت رايك دفاعيا لكن الفريق الانجليزي فاز بسهولة بسهولة حتى الدقيقة الأخيرة لا أنا ذاك اللقاء لو كونتوني سهولة تاع بنما لو كونتوني تاع الماتش سي فري ما لحقوش للمرمى فاسيلمون لكن كان استحواذ كبير على الكره سجلوا هدفين المقصود انهم بدلوا مجهودات اكبر معليش ضد بنما كان داروا مجهودات اكبر وهاري كين سجل ثلاثه وضربات جزاء لا المباراه الاولى اللي كانت صعبه نعم كانت صعبه مقارنه بوش كان عندهم نعم
في الدقيقة الأخيرة علاش رايكم كانت صعبة عليه؟ لا صعبة الفريق الإنجليزي كانت عنده طروط من اللقاء الأول حتى تلعب شو تلعب تونس ومن بعد تلعب تونس ومن بعد تلعب البنما سنة تلعب تونس تلعب البنما بتتأهل بتلعب بدون أي مجهود ولا سون زيفور في المباراة الثالثة خلينا من البنما خلينا من المباراة لأن الماتش تاع تونس ماتش كان انتونس بارابول لي زوطر ماتش كامل ماتش كان بارابول لا بلجيك اللي لعبوه وكانوا متأهلين يعني لعبوه رفيق دوك انت شفتوا انتونس رايك احنا انا ما شفتش هذا راي انتونس نتحاموا فيه معليش نضحكوا معك برك على بالنا بلي عندك نظرة تقنية وحنا مشاهدين فقط معليش قلت لك انا في اللقاء هذايا لو تريك دو ريكوبيراسيون حيكون هام اي تضحك يكرا خليها تضحك معليش قالك في الكويز ندير حاله ماشي باش ندير اسقاط يعني لو كان المنتخب الجزائري هو اللي لعب امام المنتخب الانجليزي نقول له درنا مباراه كبيره لو نعود ل 2014 منتخب المانيا فاز باللقب فاز علينا 2-1 في البروغاسيون قلنا اسلنا العرق البارد والالمان اكدوا بان اصعب مباراه كانت مباراه المنتخب الجزائري كيفاش اليوم تونس اللي خسر نفس المعطيات يعني ما تكومباريش الماتش اللي درنا احنا كونت الالمان ديناهم لا لا معليش نروحوا دينا برولونغاسيون لا لا ناصر رايك سديد انت راك تقني وحنا نتكلموا كمشاهدين كمشاهدين اعلاميين لا لا معليش نروحوا الى كرونو الاخبار المشاهدين مجموعه من الاخبار دوك نعرفوا شكون اللي اختارها نعم تفضلوا مشاهدين تلقى قلب دفاع منتخب الأوروغواي خوسي خيمينيز وبيلان من الانتقادات اللاذعة عقب بكائه خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة ضد دياك الفرنسية وشرع اللاعب الشاب في البكاء قبل 5 دقائق من نهاية المواجهة وكان فريقه أنذاك متأخرا بنتيجة 2-0 ما يعني إقصاء السيليستي من المونديال من المدافع خوسيه إلى فرنسا أين أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون حاضرا خلال مباراة فرنسا ضد بلجيكا لحساب نصف نهائي كأس العالم بروسيا وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمدينة سان بيترسبورغ ورحب الناطق الصحفي باسم الرئيس فلاديمير بوتين بالفكرة مؤكدا أن الزيارة ستكون من دواعي سرور روسيا إلى أخبار الجماهير أين كشفت صحيفة ذي صان البريطانية عن هيمنة جماهير كل من روسيا وأمريكا والبرازيل على قائمة الأكثر حضورا في مدرجات المونديال مستندة في ذلك إلى إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم للجهة الرسمية التي تتولى عملية بيع التذاكر الخاصة بالبطولة على الإنترنت ونختم برئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي عبر عن تذمره وحزنه الشديد من خروج منتخبات إفريقيا بسبب عجزها عن تجاوزها للدور الأول من المنافسة وفي حوار لشبكة بي بي سي البريطانية قال جياني بأن هذه المنتخبات كانت قريبة جدا من تحقيق نتائج أفضل من تلك التي وصلت إليها تقرير كان لشهر عبيدي عندك تعليق انفونتينو مليح سي بيان تقول تتاسف على منتخبات افريقيا اللي فيها 54 صوت اللي طلعك لرئاسه الاتحاد الدولي لكره القدم لكن تقول انا متاسف على خروج منتخبات افريقيا ولا تقول كيف خرجت المنتخبات الافريقيه ولماذا لم تتحدث عن الفار الذي ظلم المنتخبات الافريقيه والاسيويه على حد سواء وكانت فرصه فقط هذا الفار التقنيه الجديده لانصاف ربما او خدمه اقول بدل انصاف المنتخبات المحسوبه كبيره والتي يعول عليها من الناحية الاقتصادية في منافسة كبيرة مثل نهائيات كأس العالم وروسيا كولومبيا البرازيل أكبر الجماهير الحاضرة في هذا المونديال روسيا بلد منظم نعم نتكلموا خاصة كولومبيا والبرازيل قلنا تكلمنا على كولومبيا قلت لك أهمية كرة القدم تمك ماشي يعيشوها يتنفسوا لو أن في النهاية يعني كان عندهم استقبال الأبطال يعني على غير العادة يعني في عندما وصلوا إلى يعني كولومبيا يعني نعم بشرف هذه كرة القدم عدا باكا واللي ضيع تخافوا عليهم شوية ما زال شوية خلاص يكون نساهم هاي خلاص ملا باكا تشد 48 ساعة هذيك لا ديسيبسيون بعد المنافس روحوا شوفوا التوبي فلوب تاع ناصر بوش بعد الجينجل تفضل ناصر انا الفلوب اليوم تاعي هو الاداء الرديء يعني الجماعي خاصه على الفريق السويدي اللي ما شفناش اشياء كثيره
كانه لعب لقاء ودي يعني سون زونغ شوي كان لقاء ممل يضحك من الوصف لا رجع الوصف هذاك هو الوصف صابو يعني الفريق السويدي كيفاش نقول عودنا في شفنا في اللقاء كان يلعب شراسه بشراسه داير تو لي بالون كذا في اليوم شفناه انه كان لعب لقاء ودي الفريق الانجليزي بكل ارتياح فاز ومر سهل له المهمه بور لي توب لو توب تاعي انايا كاين دو توب توب الاولاني هو اللقاء اللي قام به ماغواير لاعب ليستر سيتي سجل هدف رائع براسيه محكمه فاز بكل الثنائيات ربما اعطى اكثر بلوس داسيرونس للدفاع الانجليزي فاز على كل الكرات على المهاجمين فورس بيرغ ولا بيرغ ولا كل الكرات العاليه فاز بها نظن انه شفناه في اللقاء اللي فات وفي هذا اللقاء هذا ربما احسن لاعب انجليزي احسن لاعب انجليزي ومن بعد نعود انا ليا وكنا تكلمنا في الكواليس انه بايزون لما تشوف اداء تاع لوكا مودريتش اليوم هل إذا الفريق الكرواتي كان هو رجل المقابل يمشي إلى النهائي ويفوز بكأس العالم نظن أنه اللاعب اللي يستهل اليوم الكرة الذهبية هو لوكا مودريتش شفنا اليوم حائزة لدوري الأبطال حائزة كل شيء اللاعب اللي لعب ربما أكثر هو وفاران أكثر لقاءات هذا الموسم لعب تقريبا 60 لقاء ولا 64 لقاء ومازال يقدم شفنا اليوم دار اون كورس سير اون بال بيردي في بوتو كورنر راح جرى هو أكثر من فاران لعب أكثر من فاران لعب برولونغاسيون دو فوا اكزاكتو لي برولونغاسيون دو فوا لكن دار اكزاكتو دار ان ايفور فيزيك في وقت بدل ضايع جاب الكرة نقول انا لعب هذا خارق على العاده نعم. الا كاين لاعب يستهل الكره الذهبيه وزيد عنده شجاعه وتفوق على نفسه لانه عنده عقده من ضربات الترجيح ويروح يسجلهم شفت الضربه تاع اليوم يعني كيسجلها كان جرينتا لا كان الحظ معاه لانه هذاك نعم. بمساعده القائم يعني بمساعده القائم لانه الحارس تصدى لها القائم هو اللي يساعده باش الكره دخلت في الشباك لكن باش تشوف كيفاش قائد فريق اداء 120 نعم. دقيقه مثل هذا ياخذ مسؤوليه يضرب ضربه جزاء وكقائد فريق نعم. سي ليكزومبل تاع الفريق الكرة. نعم يستحق كي تشوفوا جايا لا كي تشوف نعم. البنيه الفريق ربما راه تخرج المنافسه بين ميسي وكريستيانو لاول مره منذ 10 سنوات تقريبا قبل ما نجي يعني ما تكون قائد فريق قبل ما نجي بلاحظات كنا نشوف يعني دونغا يتكلم على موديل 94 في القناه اللي عندها الملك الحصري للمونديال وقال لهم كي الحقله اللي تيروبيت مع الايطالي كي جا شاف فيها المدرب خفت يقول لو كان قال لو كان غير يقول لي ما تيريش قال لي كي الحقله عندي قال لي تيري قلت له انت اوبليجي قال لي القائد لازم قال لهم كنت حاب كنت خايف قال كي قلت له ايه داق فيا النفس كي رحت كنت رحت خايف قال لك اون فوا تيريت يعني الكره في جهه والحارس في جهه لتمنع في ذاك الروح لا بصح على فكره لما تكون قائد فريق يجي لك المدرب يقول لك طاح تضرب ضربه جزاء ما تقدرش تقول لا انت هو ليكزومبل انت هو ليكزومبل انت اللي تعطي قوه للجروب تاعك لا تروف كقائد فريق انا نقول ناصر بك في لي طوب زدنا الحكم البرازيلي اللي هو تقول لي انا لا هو لو طوب لا انا معاك ناصر فين قلت له انا ما نعطيلوش 8 نعطيلو 9 نعم لانك انت حكيم عندنا جوار بالون دور بك لا فيفا يعني جائز احسن لاعب للفيفا ريسامو خذوا قرار انهم ما يحسبوش المونديال يقول لك يحسبوا لا سيزون هل هي مراوغه باش يمدوها لميسي ولا كريستيانو فيها مودريتش فاز بيكا في رابطه الابطال مشاهدينا فاصل اشهاري ثم نكمل ما تبقى من برنامج الهضره مونديال لا تذهبوا بعيدا إذن مشاهدينا الآن وصلنا إلى فقرة مونديال الصحافة مونديال الويب نبدأ مونديال الصحافة بعد الجينجل إكرام راهي تنتظر على أحر من الجمر فضل إكرام وجد روحك ملاحظاتك أخذت بعين الاعتبار معليش هذا هو الأساس لأنه الملاحظات كل تطوير العام للعام نعم. شكرا إكرام قبل ما نبدأ جولتنا عبر الصحف اليوم نبدأها بالصحف الإسبانية اللي احتفلت بهيمنة أوروبا على كأس العالم روسيا 2018 بعد خروج الأوروغواي والبرازيل من الدورة الثمنة النهائي وين كتبت صحيفة آس الإسبانية المونديال الأوروبي يورو مونديال نفس الشيء بالنسبة للصحف دور ربع النهائي
من من دور ربع النهائي صحيح فقط. نعم ربع النهائي قالت ربع النهائي. نفس الشيء بالنسبة للصحافة الإيطالية وين كتبت صحيفة كورييري ديلو سبور بيلو كويستو أوروبيو أي أوروبا الجميلة، القارة العجوز تهيمن على نصف نهائي المونديال ونيمار النجم الأخير يودع المونديال بعد ميسي ورونالدو. قبل مباراة إنجلترا والسويد نشرت صحيفة The Times الإنجليزية مخطط للمنتخب الإنجليزي على شكل دليل تركيب أتات خاص بشركة سويدية شهيرة وذلك تحت عنوان كيف تهزم السويد. كل شيء مضروب سيارة. صحيفة The Independent الإنجليزية بعد فوز إنجلترا أخذت عنوان لأغنية لمجموعة سويدية أبا واللي اسمها The Winner Takes It All. وأخذت عنوان الأغنية وحطته في عنوان الخبر اللي نشرته اليوم وكتبت الفائز يأخذ كل شيء مثل إنجلترا التي تأهلت إلى الدورة النصف نهائي وتبعت بالسويد إلى الديار. صحيفة The Guardian الإنجليزية هي كذلك علقت على فوز إنجلترا وكتبت إنجلترا تطيح بالسويد وتتأهل إلى الدور نصف نهائي لأول مرة منذ 28 سنة. موقع سكاي نيوز العربية اللي نختم به جولتنا عبر الصحف كتبت أن ماكرون يفي بوعده في نصف نهائي المونديال وقالت أنه سيعود إلى روسيا في حال تأهلت فرنسا إلى ما بعد دور ربع نهائي، وقد تحقق ذلك بفوز المنتخب الفرنسي على الأوروغواي ب2-0. وإن أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن الرئيس الفرنسي سيتوجه الثلاثاء المقبل إلى روسيا لتشجيع أدياكا أمام بلجيكا في نصف نهائي المونديال. جينجل ونواصل مونديال الواب. تفضلي يا كرام. جولتنا عبر الواب مشاهدينا نبدأها بمباراة بلجيكا والبرازيل، وقبل المواجهة جماهير البلجيكية كتبت لديكم نيمار ولدينا هازارد. بعد نهاية المباراة كما قالوا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الميدان أثبت من هو النجم الحقيقي ومن هو النجم الإعلامي. صورة طريفة أيضا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج كل النجوم تبعا من كأس العالم كما نشاهده في الشاشة. نقدمهم ميسي. إذا نظر نقدروا نديروه معهم مودريتش لينيل الكرة الذهبية. نعم خاصة لو فاز بالمونديال. صورة أخرى وهي صورة للوحة تحفيزية للاعبي المنتخب البلجيكي اللي كان يهضر عليها من قبل رفيق في غرفة تغيير الملابس وكاتبين فيها الطريق إلى النهائي فريق واحد حلم واحد. داخل اللوحة تاني نجد مشوار المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا، وعند وصول إلى منتخب البرازيل نلقاو أن كاين هناك مفترق طرق مكتوب الوصول إلى النهائي أو العودة إلى الديار. دونك ما كانش على بالهم مكتوبة فاميلي أي الديار فاينل فاينل فاميلي بالاف فاينل فاميلي. البرازيل قلت لك منطقيين يأهلهم للنهائي يعني. وكاتبين ثاني عنوان مصغر ريد توجذر. نعم ابدا يدخل فضلي كرام. قبل مباراة انجلترا والسويد النجمان دافيد بيكام وابراهيموفيتش داروا ان ديفي رهان ودي بينهم على تويتر، واللي بداه ابراهيموفيتش اللي نشر في تويتر يقول دافيد بيكام اذا فازت انجلترا ساوجه لك دعوة للعشاء في مطعم تختاره وفي اي مكان بالعالم، لكن في حال فازت السويد فإنك ستدفع فاتورة ما أريد من إيكيا، هل أنت موافق؟ إيكيا سي الآخر تاليمابل في العالم. بعدها يرد بيكام في التعليق ويقول زلاتان إبراهيموفيتش إذا فاز فريقك سأصطحبك إلى متجر إيكيا لكي تشتري كل ما تحتاجه من أجل فرش منزلك الجديد في لوس أنجلوس، لكن في حال فازت إنجلترا أريد رؤيتك في ملعب ويمبلي مرتديا قميص المنتخب الإنجليزي وأنت تستمتع بسمك وشيبس. وفينالمون او رايح ليها باسكو المنتخب الانجليزي هو اللي تاهل الى النصف النهائي. وكان هذا الرهان لانه زلاطان عنده شخصيه قويه وما يطيحش من العود كما نقولوا. طيب يطيح من العود مليح. مشاهدينا الفيديو الاخير اللي اخترناه لكم اليوم هو الفرق بين المعلق العربي والمعلق الاجنبي، راح نشوفوا الفيديو ونقول لكم. مليحه هذه. نيمار قريب
بيت نيمار لو بيت نيمار لو بيت أمريكا اللاتينية معروفين بالحماس تاعهم. لا أودك المخصصة الأوروبيين اللي رزانين في التعليق، وأيضا تحية المعلق رؤوف خليفة أيضا متألق ومبدع ويوزع. لا حتى الأوروبيين اسمح لي إذا كيشوف تعليق الأوروبيين يعطيك معلومات تتبع مباراة. إحنا يعتمد الحماس كاين اللي يتبع الحماس كاين اللي يتعلم يعني اللي فرونسي سورتو. لا هنا يتكلم معايا رياض بن خديم يعني كان أيضا معلق في القناة الجزائرية الثالثة يعني الإذاعة الثالثة اللي تسمعوا أيضا يعطيك حماس رائع. معمر جبور أيضا يعطيك حماس رائع. كل رفيقات يقول لك وين تصنف روحك يعني وين تصنف روحك ويسألني قال لك وين تصنف روحك هذا معلق مناصر قال لك في الأولى بصح ما نرقوش لا لا معلق مناصر كله هذا معلق مناصر هذا كان المزاح فقط وتحية لرئيس تحريرنا أيضا رياض بن خديم. إذا الآن نروحوا مشاهدينا إلى شكرا لكرام على كل هذه الإضافات خاصة أنه أعطيتي لنا فسيفساء اليوم من الأخبار ذا جارديان وذا سان ما شاء الله كوريا ديلو سبور شت كيفا ما قولكمش واش قال لي رياض درك نروحوا مشاهدينا إلى كويز المونديال إذن مشاهدينا نروحوا إلى كويز المونديال أنا قلت هلا في الكواليس مش قال هي تضحك يا كرام إذن نروحوا إلى كويز المونديال بعد من الأسئلة التي اختارها قسم تحرير القسم الرياضي لقناة نوميديا مشكورين أيضا كل زملاء شار معاد سمير يعني حتى إكرام إيمان الكل إذن نبدأ مباشرة جاهزين إن شاء الله جاهزين حتى واحد ميدي اللي سبا سي واسكو تمشي ولا ما تمشي تمشي سمو عندك خلاص لا عذر لكم بعد اليوم. إذا نروح إلى أول سؤال أنا الكتيبة هذه ما فهمتها الكتيبة متى تم بث أول مباراة في كأس العالم 1962 لا عنده راح مالي فورة أولاد كنت أقول 66 نقول 66 66 خطأ 62 لا خطا 54 الله الله 54 واول 1-0 لصالح نصر راه بقوه اي كرام درك قالت لي ندير حاله في الكويز ودار صح اظن ان راجع دروسها مليح اليوم راهي مودريتش اليوم مودريتش روحوا الى ثانية سؤال يعني لماذا يحمل منتخب الاوروغواي 4 نجوم على قميصه بالرغم خليني نكمل بالرغم من أنه فاز بنسختين فقط يعني عنده في تاريخه كأسي للعالم فقط لماذا عنده 4 نجوم شوف جو بسي دو موندي البارح يعبزوا على ما عنديش الجواب جواب النقطة دي على شحال لا طالك نص عليها واحد على واحد فريق لوريغوي فاز عنده سيفري عنده 4 إطوال سور لو مايو فاز في 1953 وفاز بالألعاب الأولمبية لكرة القدم 24 28 وأنا ذاك كان لفيفا كانت تمنح لهذا عنده 4 إطوال سور لو مايو شفت هذه الذاكرة ودين صفقوا عليه وشكرا يعني على هذه المعلومات 2-1 بداية قوية يعني اليوم راح نتأروا الهزيمة 11-1 لا 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 إكرام اللي رأي في المستوى بانما البارح اليوم راكم شكون اليوم بريزيل كرواسيا كرواسيا ما داروا والو اليوم معليش نروحوا الى السؤال الثالث في نصف النهائي لماذا انسحب منتخب الهند من نهائيات كاس العالم 1950 لانه المسافه كانت بعيده هي المقوله كانوا يقولوا لانهم حبوا يلعبوا بدون احذيه المونديال لكن يقولوا الحقيقه انه التكلفه كانت بعيده يعني من الهند هذه أكيد طالعتها قبل ما تدخل لا طالعتها اللي عندي بزاف سؤال يعني جواب صحيح عنده 2-1 حتى الآن على كل حال رأي المنافسة مليحة اليوم روح إلى سؤال آخر كم من مدينة روسية استضافت نهائيات كأس العالم 2018 خطأ
قول ديش لا ريبونس قول 12 11 لا 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 11 ترجع لعندهم لا لا ما كانتش عندكم لا 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 خطا لما يكون خطا ترجع لهنا اذا 3 مقابل 1 اكرام اليوم سهلة يعطيني اربع مدن اللي احتضنت المونديال اربع افر خديش ف سوتشي 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 انجي نوفغوراد 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 سوتشي لا لا هذه صح بلاغت معليش موسكو زيد لي واحدة نعطيك كازان 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 قالها قالها كازان زيد لي واحدة شكون قالها كازان انا قلت كازان معليش انا نحبس نعطيكم نقطة نقطة سيدي هاي هكا باش تكون منافسة عادلة 4-2 إذا بقات لنا نعم سان بيترسبورغ كما كان يقول نعم سان بيترسبورغ كم من هو المنتخب موسكو قلنا وموسكو للمعلومة فيها يعني ملعبين لوزنيكي والثانيين أنا نسيت عليهم أنتوليكا على كل حال ما نتفلسفش بزاف كوسموس ارينا واقيل على كل حال غدوا نتاكدوا من على بالي تاكلوا في في راسو كي غادي يجي فاغد بارافير من هو المنتخب الوحيد الذي استضاف كاس العالم وخرج من الدور الاول جنوب افريقيا قلنا جنوب افريقيا كنا تكلمنا عليها امس والذاكره لم تخن رفيق وحيد 3-4 المنافسه شديده اذا سؤال بنقطتين من هو اول حارس مرمى لعبه كأس العالم مرتديا القفازات القفازات صعيب هذا الشيء لافياشين شكون لافياشين لا خطي هو من ألمانيا من ألمانيا نعم ماير نعم ماير سب ماير نعم سب ماير 4-2 عندك 6-4 راك رجعت في النتيجة بقوة لا لا خمسة كنت 3 عندك 5 يعني آخر سؤال ربما لدي اليوم من هو اللاعب الأكثر الأكثر واش تحصلا على الإندارة مش الإندارة العقوبات في تاريخ كأس العالم زين دي زيدان نعم زين دي زيدان شحال عنده بطاقة 6 دو روج و 4 جون نعم يعني زيزو زيزو عطيني وقتها كانوا البطاقات الحمراء على الأقل الحمراء فقط نعطيك نقطة وقتاش بداو البطاقات تاعو الحمراء وقتها ضد السعودية نعم ضد ماتيرازي نعم عندنا 5-6 ولكن رغم هذا تبقى النتيجة لصالح غادك شي الحال نو اليوم مالغري تاع هذيك تاع سب ماير عاد حتى الوقت سب ماير باش نقول لي غولي غارديان شفت كيفاش بمساعدة من التحكيم شكرا إكرام ثاني على المعلومات وهذا الشيء تاعك اليوم شكرا ناصر لا فوت على شكرا ناصر على التعلق تاعك اليوم لا فوت على ريغوي فلا تعطينا لي 20 نعم معليش اليوم روح رياضية كبيرة رفيق شكرا أيضا على الإضافة تاعك شكرا لحاكمنا الدولي أيضا ثاني سفيان بوستر شكرا لكم شكرا موصول لمشاهدينا الكرام على كرم إصغائي والمتابعة نلتقي غدا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألف لموبيليس استفيدوا من مكالمات غير محدودة نحو موبيليس وألف دينار نحو كل الشبكات وبزيادة 1.5 جيجا انترنت عرض صالح 30 يوم بيكس هو العرض اللي يولمكم موبيليس أينما كنتم هذا برنامج برعاية سيما موتورز